الآن وصول القادة والزعماء المشاركين في قمة جدة للأمن والتنمية، إذن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن، أيضا الأمير محمد بن سلمان والقادة والزعماء المشاركين في هذه القمة، قمة جدة. نتحدث عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مشاركة مصر والعراق والأردن، وأيضا مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه القمة. طبعا الآن يصطف القادة والزعماء لأخذ الصور التذكارية قبل أن يتوجهوا للقاعة لانطلاق براسم هذه القمة، قمة جدة للأمن والتنمية. إذن نتحدث عن انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية في جدة، بعد قليل ستنطلق وصول القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة. الآن يبدو بأنها الآن مراسم أخذ الصور، ويتوجه القادة إلى القاعة التي ستنطلق منها فعاليات قمة جدة للأمن والتنمية. طبعا نتحدث عن هذه القمة، ملفات عدة ستكون على هذه القمة. طبعا استبقت هذه القمة قمة أخرى، قمة أمريكية سعودية ببيان أمريكي سعودي، والآن هذه القمة قمة جدة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي زائد مصر والعراق والأردن، مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأيضا مشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. دعونا الآن نأخذ ربما معلومات أكثر، تفاصيل أكثر مع مراسلنا جو ثابت متواجد الآن في جدة، لينقل لنا الآن وقائع قبل بدء هذه القمة تحديدا. جو، نتابع الآن وصول الزعماء والقادة على ما يبدو إلى القاعة التي ستنطلق منها الفعاليات الرسمية لقمة جدة للأمن والتنمية، ربما بعد دقائق لو تنقل لنا الأجواء. هذه القمة قد تكون أو ستكون نسخة شبيهة عن القمة التي حصلت في الساعات الماضية بين الرئيس الأمريكي والقيادة السعودية. المواضيع ستكون متشابهة، مرتبطة بالأمن الإقليمي، مرتبطة بإمدادات الطاقة، مرتبطة بتعهد السعودية برفع منسوب الإنتاج بنحو 50%، وأيضا هناك مواضيع مرتبطة بمسألة الحرب في اليمن. هناك توافق أمريكي سعودي على ضرورة المضي قدما والمحافظة على وقف إطلاق النار، و أيضا مسائل مرتبطة بمواجهة نفوذ روسيا والصين. هناك قلق لناحية موضوع انتقال تقنيات المسيرات القتالية والمفخخة من إيران إلى روسيا ولاستخدامها في حرب أوكرانيا. واشنطن تريد فرض عقوبات على روسيا. هذه كلها مواضيع ستكون حاضرة. طبعا أضيف إليها مسألة إمدادات الأمن الغذائي. علمنا من مسؤول أمريكي صباح هذا اليوم أن واشنطن ستقدم مليار دولار على أن تقدم الدول الخليج والدول العربية ملياري دولار في المقابل للمساهمة في الحفاظ على مسألة إمدادات الغذاء في العالم. إذن جو، دعني فقط أنوه بأننا نتابع الآن هذه الصور المباشرة من القاعة التي ستنطلق بعد قليل منها الفعاليات الرسمية لقمة جدة للأمن والتنمية، وصول الآن وجلوس الزعماء والقادة المشاركين في هذه القمة. نتحدث عن مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، وأيضا بكل تأكيد مشاركة الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن. جو، كنت تتحدث وأشرت إلى القمة السعودية الأمريكية التي استبقت هذه القمة قبل ساعات قليلة، وكان هناك أيضا بيان صادر في هذا الإطار، بالتالي لأي مدى نتوقع أيضا بأن تكون مخرجات هذه القمة والبيان الصادر عنها ليس بعيدا عن بيان القمة السعودية الأمريكية؟ طبعا لن نتوقع مفاجآت كبيرة وجذرية. الجانب الأمريكي لديه معلومات كثيرة مرتبطة بطابع أمني، برغبة أو سياسة أمريكية أو مساعي أمريكية لخلق كيان أمني في المنطقة يحافظ على مصالح المنطقة بوجه التهديدات الإقليمية المحدقة بها.
هناك رغبة أمريكية بأن يتم تفعيل عمل القيادة الوسطى الأمريكية لناحية انضمام إسرائيل إليها وأيضا الدول العربية، كل ذلك لأمن واستقرار قنوات الطاقة أو قنوات الملاحة البحرية العالمية. أيضا واشنطن تريد مزيد من الليونة السياسية من قبل دول عدة في المنطقة للتقارب.